لم يستغلون الفرصة، حسرة كبيرة لواحد من المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية هذا الموسم. عادي أنه لاعب في عمره 20 سنة فقط محمد، كان يريد أن يختم موسمه الخرافي مع ريال مدريد بلقب غالي مع المنتخب الإنجليزي. للأسف وصل المباراة النهائية لكنه لم يستطع التتويج باللقب. هنا عندك تفسيرين، تفسير أنه كان غاضب لأنه ربما ما قدمش يورو في أعلى مستوى، تفسير ثاني ربما كان غاضب الطريقة الدفاعية اللي انتاجها المدرب صوفغيت، لأنه لاعب يحب يلمس الكرة كثيرا، لما ترغموا باش يلعب طريقة دفاعية ويقعد يستنى هفوات المنتخب الإسباني على قلتها من أجل استنى هجمات معاكسة، الطريقة لا تخدم بتاتا لاعب بمهارات وبحجم بيلينغهام. هاد الصورة محمد ما تخدموش في المستقبل، ولو كما تكلم دوك أمين قال في عمره 20 سنة شاب صغير، ولكن في هذا المستوى ما تقدرش تدير هذه الأشياء هذه. ولا نتكلم على كرة الذهبية، أنا بالنسبة لي كرة الذهبية هذا الموسم واحد ما يستاهلها حتى لعب، يعني واش قدموا هذا اللاعبين هنايا؟ علاش واحد مثل رودري قدم كل شيء هذا الموسم، ولكن قدم كل شيء من بعد كي تروح الجانب بيلينغهام ما قدم والو، كانوا يلعبوا التنس ولا بلا كانوا يديروا، انا شفناهم شفنا فينيسيوس اليوم خرج في الدور الربع النهائي رودري دا كاس اوروبا، فجاه اصبح هو المرشح الابرز للتتويج بلقب الكره الذهبيه. سبحان الله، الكره الذهبيه لا تحتسب على امين خليه الراجل يكمل. اسمح لي اسمح لي قاسي امين، انا عندي راي، موسوني عنده راي، قاسي سعيد عنده راي، خلي الرجل يكمل وبعد ذلك نعطيك الكلمه وبامكانك ان محمد قال لي رودري اوكي رودري كاين رودري كاين فينيسيوس كاين بيلينغهام مثل ما قال شباب، دار موسم رائع مع مانشستر سيتي، ولكن التتويجات يعني التتويج تاع رابطه الابطال ما خدموش. نتكلموا على بيلينغهام اوكي فينيسيوس دار بطوله ودار اخر، ولكن ما شفناش هذيك السيطره اللي كيما كانوا يعني رونالدو يسيطر على الكره كيما كان ميسي يسيطر ايضا على الكره. تقريبا شفنا لعقنا اليوم كاس اوروبا وكاس امريكا، فينيسيوس خرج دور الربع النهائي، واليوم بيلينغهام يعني قدم اورو متواضع. نعم امين، احنا انا لماذا قلت رودري؟ قلت رودري لان رودري الان برز اسمه بعد نهايه اليورو، احنا تكلمنا قبل بدايه اليورو قلنا المنتخب الفائز باليورو اذا كان لاعب برز في هذا المنتخب، وتحدثنا على بيلينغهام قلنا بيلينغهام اذا كان فاز باليورو خاصه اذا سجل في النهائي راح تكون حظوظه قويه، وقلنا ايضا ننتظر كوبا امريكا ربما تفوز بها البرازيل ويتالق فينيسيوس جونيور ليضيف الى رصيده العديد من النقاط. اليوم لدينا حقيقه لا يمكن انكارها، رودري فائز بالدوري الإنجليزي أقوى دوري في العالم، صحيح أن فينيسيوس وبيلينغهام فاز بدوري الأبطال وبالدوري الإسباني، وهنا هناك نقاط تحتسب لهما، لكن الآن مع نهاية كأس أمم أوروبا وفوز رودري بجائزة أفضل لاعب في كأس أمم أوروبا وكرة القدم الجميلة التي قدمها رودري لنا رفقة المنتخب الإسباني، شئنا أم أبينا الآن رودري يدخل هذه القائمة وسيزاحم على الكرة الذهبية. أنا لا أجزم بأنه سيفوز بها، ولكنه الآن سيزاحم بيلينغهام وسيزاحم فينيسيوس على هذه الكرة، وبإمكانك أن تقول ما شئت في هذه القضية. 7 أهداف هذا الموسم، 6 أسيست، من لقب الليغا، من لقب سوبر الإسباني، لقب سوبر الإسباني، لقب سوبر الإسباني، عمن تتحدث آخر مطاف؟ لا لا قلنا كربخال، قلك في آخر مطاف قلك شكون حقق لقب الليغا، لقب سوبر الإسباني، لقب دوري أبطال أوروبا، حقق اليورو، سجل هدف في نهائي دوري الأبطال، أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، أفضل ظهير أيمن في العالم اسمه كربخال. احنا التطبيل دائما نتبعوا الإعلام ونتبعوا واش يقولوا الغاشي، غير يبداو الغاشي في فيسبوك رودري وهما دوك الغاشي. انا نقول لك محمد، الناس الذين لا يناصرون ريال مدريد لا يريدون رؤيه بيلينغهام او فينيسيوس يفوزون بالكره الذهبيه الان سيضغطون، حتى الاعلام المعادي لريال مدريد سيضغط بكل قوه حتى يرى رودري متوجا بالكره الذهبيه، وهذا لن يحصل. نقولها لك اليوم، انا لن يتوج رودري بالكره الذهبيه، وانا نقول لك باللي من المرشحين. وانا واش قلت لك؟ صح. انا قلت لك سيفوز بها. معليش انا ماذا قلت لك؟ قلت لك رودري الان سيزاحم حتى لا تقول لي ما لم اقل. انا ما قلت لك راني نهضر رايي بان نعم قلت لك بان رودري سيدخل الان في القائمه، نعم
سيدخل في المركز سيدخل في المركز الخامس بلك الرابع لا لحد الان في الترتيب المنتشر في موقع جول الذي يعتبر قول هو مقرب كرة القدم لا مقرب أمين. مقرب على روحه تصويت نعم 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 تصويت يعني على بالي كره ذهبيه تصويت نعم نعم قلت لك موقع جول ليس موقع يعني موقع اي كان موقع جول موقع يعني لديه مصداقيه كبيره في ترشيحات وحتى قبل النهائي رودري كان موجود في المركز الثالث وبيلينغهام وفينيسيوس موجودان في المركز الاول والثاني موجود في المركز الرابع اعتذر حاطين مبابي سامحني هذا 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 من بين الاكثر مصداقيه خليني نكمل يا محمد ما قاطعتكش لما تقول لي مبابي نقول امين ما راهش يتابع لا راه يتابع نقول امين ما يعرفش كره قدم لا يعرف كره قدم لا يتعرف كره قدم على بالك ترشيح مبابي لماذا امين الجميع شاهد بأنه مبابي لا يستحق التواجد حتى مع الخمسة الأوائل لكن هذه الكرة الذهبية أمين ما عندهاش فقط المعيار الكروي فقط عندها المعيار التجاري عندها المعيار التسويقي عندها معيار يعتمد على ضخامة الاسم ميسي في أحيان كثيرة كان يمر جانبا ويدخل مع الثلاثة الأوائل لماذا؟ لأن اسمه ميسي الآن شئنا أم أبينا مبابي ستشاهده تقريبا في كل موسم يدخل مع الثلاثة الأوائل حتى وإن لم يقدم موسما كبيرا هذا ما أردنا قوله الآن أنت من هم المرشحين بالنسبة إليك في الكرة الذهبية؟ نعطيك بالترتيب نعم بالترتيب نعم عندك شوف فينيسيوس وبيلينغهام هذو زوج واحد للأول واحد الثاني نعم بعدهم كارفاخال بعدهم يعني رودري لن يدخل وبعدهم ناتشو في المركز الرابع لا بعد تحب دير رودري لن يدخل وش تحب نستمع لراي فوزي موسى أنا كاين نقطة حبيت نسقسيكم عليها لمن نمدوا الكرة الذهبية ليفوز بالألقاب ليفوز بالألقاب لا ليس دائما ليس دائما من يفوز بالألقاب يفوز بالكرة الذهبية اون جينيرال اللي يفوز بالكأس ذو الأذنين لا عنده أظن لا 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 أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي لا بيريود تاع 2010 لو جوار لي ميريتي يدي لا كوب لو بالون دور سي إنييستا والنهار الله أعلم داها رونالدو جو سي با وقتاش كان ريبيري نورمالمون يديها الله 2014 كان لازم ريبيري أظن باللي الآخر كاين عوامل تسمح لاعبين يعطيوها لهم ولكن واحد اخرين نحوهم واعطوها لواحد اخرين كاين ترشيحاتك ثلاثه اوائل انا بالنسبه لي الترشيحات تاعي فينيسيوس بيلينغهام رودري كارفاخال ثلاثه الاوائل فينيسيوس بيلينغهام رودري نعم نعم ميدو بيلينغهام فيني رودري قاسي سعيد كارفاخال هو الاول كارفاخال هو الاول هو الاول ومن بعد ندير بيلينغهام ورودري يعني استبعدت فينيسيوس جونيور استبعدت نعم طبعا تختلف الاراء وسننتظر الصراع على الكره الذهبيه سيكون حامي الوطيس هذا الموسم لماذا لان هناك لاعبين تألقوا مثل رودري فازوا بالدوري الإنجليزي وفاز الآن بكأس أمم أوروبا هناك لاعبين أيضا تألقوا في النصف الثاني من الموسم أبرزهم فينيسيوس وفاز بدوري الأبطال وبلقب الدوري الإسباني ولكنه للأسف خسر كأس أوبا كوبا أمريكا وخرج من الدور ربع النهائي هذه تنقص له قليلا من حظوظه وكاين لاعبين مثل بيلينغهام تألقوا في الشطر الأول من الدوري ولكنه في الشطر الثاني لم يكن حاسما سواء مع ريال مدريد أو المنتخب الإنجليزي وأيضا مر جانبا في اليورو طبعا في البداية كان المتقدم هو بيلينغهام ثم سطع اسم فينيسيوس والآن يدخل رودري إلى السباق ومثل ما قال بن شابير وقاسي سعيد يمكن أن نفاجأ بكارفاخال نظرا للكم الهائل من الألقاب التي فاز بها بسرعة أمين حتى نتجاوز هذه النقطة كان السوبر الأوروبي سيلعب يوم 15 أوت بين ريال مدريد وأتلانتا إذا زاد ريال مدريد إدارة نقول لأنه أتلانتا أيضا ما هوش نادي سهل إذا زاد ريال مدريد ضم إلى خزائنه لقب السوبر الأوروبي وكان فينيسيوس حاسم ولا كان بيلينغهام اي نقولوا انه فينيسيوس سجل ثلاث اهداف واهدى لقب السوبر الاوروبي وكاين مباراه اخرى نسيتها انت امين بين بطل اوروبا وبطل كوبا امريكا هذه ايضا مباراه ستلعب على كاس يديروها كيما يحبوه الفيناليست هذه يديروها كيما يحبوه حتى السوبر امين تقول للسوبر هذه ايضا كاس السوبر دائما يديروها اوكي فيناليست هذه وقتها ما داروها هذه امين هذه ايضا مباراه ستلعب وكان يربحوا كولومبيا يقدروا ما يديروهاش
يقدروا ما يديروها. علاش يقدروا ما يديروها؟ ربما ستكون مباراة بين ميسي و وقاسوا ترامب ولازم نديروها. شي دخلوا لك عفسه هكذا وما يديروهاش. نحاول ان نتجاوز هذه النقطة لأن صراع الكرة الذهبية ما زال بعيدا ويمكن ان يتغير او تتغير بعض الاشياء لأنه عبارة عن تصويت في الاول والاخير و يعني في غالب الأحيان لم يكن هناك إجماع. يعني في سنوات قليلة فقط كان هناك إجماع على ليونيل ميسي أو على كريستيانو رونالدو، لكن في سنوات كثيرة كان هناك لغط وجدل حول هوية الفائز بالكرة الذهبية لأنها لا تعتمد على معايير معينة. أحيانا يعتمدون على الفائز بالألقاب، أحيانا على الأداء، كل أحيانا على الأداء وعلى الألقاب. كل مرة هذه المعايير تتغير و تتبدل. نعود إلى المباراة النهائية، نريد أن نشاهد لقطات أخرى، نشاهد أهداف المباراة. ميدو تريد أن تعلق عليها؟ هناك لقطة أخرى. نعم تفضل. الثاني المنتخب الإسباني لما تشوفه بزاوية كاملة منذ بداية لقطة شوف الانفيريوريتي نيوميريك ونعطاك بالنسبة للمنتخب الإسباني. أربع مهاجمين في مواجهة ثمان لاعبين والحارس المنتخب الإسباني والحارس المنتخب الإنجليزي هو التاسع. هنا لا تكنيك غلبت لا سوبيريوريتي نيوميريك لانه توزيعه كوكوريا كانت ممتازه جدا. تموقع اويرزابال لما تعاود تشوف اللقطه من البدايه اويرزابال دار اون كورس لا دياغونال دو كورس رونفيرسي كاريمون دار اون كورس هكذا الكوكوريا ومن بعد عاود ولا قطع نحو منطقه الجزاء اي والله جرب اون دياغونال. شوف اويرزابال هنا كانت تبع خلاص لما تشوف لقطه من البدايه جرى ناحيه الجالي صرات ثم عاود ولا قطع نقطه ركله الجزاء. تمرير الكوكوريا كانوا لما مر الكوكوريا كان متواجد فقط اويرزابال داخل منطقه الجزاء مع تواجد ثلاث لاعبين انجليز والحارس هو الرابع تفوق عليهم حتى الدفاع يتحمل. نعم كانوا انفيريوريتي نيميريك لما انت تعدل النتيجه يقول لك لي 5 مينوت ابري البوت سي توجور تري ديفيسيل واعرين كثير خمس دقائق بعد الهدف سواء اللي تسجلوا ولا اللي تلقاه. المنتخب الانجليزي ربما المنتخب الاسباني دخلوا بعد الشك بعد هدف تعادل لكن سرعان ما عاد تجاوز هذيك الخمس دقائق وعاد للسيطره على الكره والمباراه. علاش ميدو باسكو عاونوا ساوث جيت ولا الوراء مباشره بعد تسجيل هدف؟ ماشي ممكن ساوث جيت باش تقدر انت تبوسي لادفيرسار ديالك عاودوا لي. شوف اللاعبين فوزي جيت يجي ياكد لك في الصحيح الساخن لرودري بعد نهايه المباراه لقد حان الوقت ليتوج لاعب اسباني بالكره الذهبيه. تصريح مباشره بعد نهايه المباراه. يقصد كارباخال. نعم يقصد كارباخال. شوف أمين مقبض قال لك إذا كان حاسم السوبر كوب يعني اسمح لي قاسي نقطعك دو سكوند. لا سوبر كوب نا جامي ايتي بريمورديال بصح كاين تروا تيتر في العام لي ميدو اسم نتبعو مليح الكرة الذهبية لي ميدو الكرة دقيقة سامحني نعطي ماشي هكذا كانت عندي الكرة نحاهالي وزاد عاد احنا ماشي كيما اسبانيا احنا اللي يحشم البالون يدري أمين قلت أنت إذا كان حاسم بيلينغهام أو فينيسيوس في السوبر كوب يقدروا يديوها كارباخال هل كان حاسم هذا الموسم ام لا؟ كان حاسم خلاص قلت لك علاش لماذا دائما المهاجمين المحاسمين حتى المدافعين المحاسمين لمين؟ شوف في المره الاخيره اللي خذا مدافع كان كانافارو وكان بفضل زيدان. لو كان ما خرج زيدان بطاقه حمراء في النهائي كان راح يدي الكره الذهبيه زيدان. سيكون هناك جدل كبير حول الكره الذهبيه هذا الموسم. نعم اليوم هذه الكره الذهبيه غير يكونوا اللاعبين تاع ريال مدريد يكون الجدل. سبحان الله اليوم الناس دات كاع لي تيتر كارفاخال دات كاع لي تيتر وبيلينغهام والاخر داو ثاني رودري. انا بور مو سي لو ميور جوار في البوست تاعو. انا رودري ما نقدرش نقول لك رودري ما يمينيتيش ماشي احسن لاعب في العالم مي 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 واش انا نشوفه فرق بين احسن لاعب في العالم واحسن لاعب في البوست تاعو. نبداو نقارنوا بالالقاب كارفاخال وناتشو بداو كلش دوك كيفاش انت ما تعطي لهم شمال. ريبيري في 2013 فاز مسح كل شيء ولا خمس القاب من بينها دوري الابطال وكذا ولا غير في وقت رونالدو ميسي غير معذورين فرونس فوتبول. نقول لك علاش لانه رونالدو ميسي كانوا يديروا امور ما تصراش في عالم كرة القدم والدليل بعد ترى كبروا هما ما وليناش نشوفوا مهاجم في دوري يسجل 40 هدف كانوا يسجلوا 60 هدف 50 هدف ميسي 91 92 نهار طولوا الكرة الذهبية على انيستا لا
2010 شحال سجل؟ كان اول لاعب يتخطى حاجز 45 في موسم واحد. سجل بزاف، عطاو عليها هذيك اللي فافوريزاوه وما تلومش بس كانوا يديروا اشياء ما كاش في كره القدم. وين يستاهل هذاك الموسم اللي الناس انا من اكبر المعجبين بون بلا انا إنيستا واحد من افضل اللاعبين وسط الميدان في تاريخ كره القدم، سي ان فري ارتست. نعم. لكن إنيستا في ذلك الموسم 2010 لما داو اسبانيا كاس العالم، اولا إنيستا ما سجلش لغايه سجل في النهائي، هذا واحد. طيله الموسم كان مصاب والاحصائيات. شنايدر ماذا كان يفعل في ذاك الموسم؟ شنايدر فاز بثلاثيه لم يكن من بين المرشحين، وصل نهائي كاس العالم. فاز بثلاثيه ووصل نهائي كاس العالم. حتى شنايدر سي ميغيتي مي كيتحسبوا بهذا اليوم. كره القدم والكره الذهبيه زادت صعبت باسكو ولات كره القدم كالكيلاتريس بهذا المعايير اللي راهم اليوم. ريفالدو جامي كان يدي بالون دور alors que c'était le meilleur joueur de son époque. Mathias Sammer ma kanch a hidi ballon d'or parce que lui nhasbou calculatrice. Cannavaro ma kanch a hidi ballon d'or parce que lui ballon ou la calculatrice. وروح 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 القاب جماعيه القاب القاب الكره الذهبيه بردت لو شارم تاعها من نهار ولاو يدخلوا فيها لي تيتر، لانه في وقت من الاوقات في التسعينات وفي بدايه الالفيه كان افضل لاعب في العالم بتقنياته بمستواه. نعم. مايكل اوان دا بالون دور على حساب ليفربول. شوفوا واش دا مايكل اوان هذاك العام باش دا بالون دور. اسكو سيتي اون كالكيلاتريس ولا بالاداء الفردي؟ المباراه لويس دي لافوينتي، تصريح للمدرب لويس دي لافوينتي بخصوص الكره الذهبيه وتصويت هذا الموسم، قال لهم بالنسبه لي هو رودري بدون ادنى شك. طبعا البعض الان قلت لك يبدا الجدل ويبدا اللغط. بنشابر على شيء مهم جدا هو الاعلام. اليوم نعطيكم شيء واحد في الاعلام الاسباني، ماركا اس موندو وسبور. مهما كانت الاعراق والاختلافات في الانديه سيتحدون. لما يتعلق الامر بلاعب اسباني نعطيكم مثال فقط. نعم. ميسي لما كان في برشلونه، ميسي ممكن افضل لاعب في التاريخ. لما كان في برشلونه كان الاعلام المدريدي دائما ينتقده حتى ويقدم مواسم خرافيه. روح شوف اليوم الاعلام المدريدي مع يامين يامال برشلونه، يامين يامال خرج ماسيا كل شيء. روح شوف اليوم يدعموه لانه يمثل الالوان الاسبانيه. شوف رودري اليوم من اليوم وروح في الاعلام الاسباني حتى المدريدي ربما كاين واحد زوج ثلاثه، لكن انا عندي مشكله يفضل. انا ميدو انا عندي مشكله، عندي 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 بن جابير وقاسي سعيد في البلاطو قالوا لي كارفاخال هو الذي يستحق. لا انا ما قلتش كارفاخال يستحق. لا لا لا, لا, لا. ما قلتش انت قاسي سعيد اسمح لي يا مشي دعاء. قلت لك كارفاخال احق من رودري. قلت لك كارفاخال، قلت لك فينيسيوس بيلينغهام كارفاخال ناتشو باش يجي رودري. نعم اسمح لي اسمح لي. قاسي سعيد قال لي كارفاخال نحطه في المركز الاول، وبن جابير قدم كارفاخال على رودري. والان عندي دي لافوينتي مدرب المنتخب الاسباني اللي ما يديرش فرق بين لاعبيه، ما راحش يجامل لاعب على حساب الاخر، راه يقول لي بانه رودري يستحقها، ماشي يستحقها بدون ادنى شك. لان هل رايو هو صدق دي لافوينتي ام بن جابير شيخي؟ صدق صدق رايو هذا ماهوش مقدس هذا ولا منزه من الخطا. لا يعرف لاعبين افضل منه، يعرف افضل منك انت محمد. لا افضل منك ايضا وافضل من قاسي سعيد، هو الاقرب الى اللاعبين. احنا شوف تعرف اسمح لي حبيت تقول لي تعرف اللاعبين الاسبان ومهاراتهم وامكانياتهم افضل من دي لافوينتي؟ لا انا نعرف باللي الموسم افضل من دي لافوينتي، انا نعرف باللي كارفاخال عنده موسم احسن من رودري، والكره الذهبيه ما يمدوهاش على على يصوت دي لافوينتي او لا. مسؤول 50 صحفي حول العالم بالنسبه لجائزه فرانس فوتبول زي اللي بس نعم حتى نوضح الجماهير الرياضيه في جائزه الكره الذهبيه لفرانس فوتبول يصوت 54 صحفي منتشرين حول العالم هم مراسلو فرانس فوتبول. من بينهم حتى في الجزائر يزيد واحد، يزيد واحد الصحفي المعروف اليوم ممكن انه يصوت على رودري. يروح رودري بالك من جابر يتلاقى يقول لك يزيد يحب فينيسيوس يحب فينيسيوس صح. محمد دي لافوينتي يبقى رايو؟ لا لا سيصوت في جائزه ديباست. لا يبقى رايو على الفيفا ميدو يصوتوا مدربين المنتخبات مدربين قاده المنتخبات والاتحاديات على ما اعتقد هذا صوت 25% من نسبه تصويت للجماهير 25% للصحافه. نعم والباقي مقسوم على هذا. الان سؤال لك ميدو حتى اعود الى قاسي السعيد، قلت لي بان الصحافه الاسبانيه ستدعم اللاعبين الاسبان، هل ستدعم الان كارفاخال ام رودري؟ صح هذه ستدعم رودري. ستدعم رودري ستدعم رودري الجميع شوف حتى تسمى قاسي السعيد في مهبل حتى ويليامز نيكو ويليامز تحدث بعد المباراه قال
حول تحدث حول الأهداف المستقبلية، قالك اليوم الهدف تاعنا سيكون التتويج بكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا 2026. وقال رودري هو ملهم المنتخب الإسباني. لامين يامال قبل بعد مباراة فرنسا تحدث على رودري، كل اللاعبين تحدثوا على رودري طيلة الدورة. لذلك ممكن أنه ممكن بنسبة كبيرة جدا يدخل رودري مع الثلاثي المرشح، مع الثلاثي النهائي الطوب طروة، ممكن أنه يكون بالنظر إلى التصويت. ولو أنه أنا الموسم الماضي كأس العالم 2022 توج ميسي بالكرة الذهبية في 2023 على حساب هالاند لينال البريمير ليج، أفاي كاب دوري الأبطال، هدوت لطروة تيتر برانسيبال في العام، يعني ثلاثية أفضل هداف في دوري الأبطال، أفضل هداف في دوري الإنجليزي، وممكن أفضل هداف في العالم. ده ميسي بسبب كأس العالم، معناتها كأس العالم خير من الألقاب هذوك. معناتها سيران تورنوا، معناتها ميسي اليوم يدي كوبا أمريكا تعطي له البالون دور. لا هي دوك هاد الجواب ثلاثة تاع الصباح اللي بعث لك. أنا محمد حبيت نشوف أنا شكون وحايب شكون. أنا قلت لك قبل بداية هذا اليورو أبرز مرشحين، أبرز مرشحين كان فينيسيوس وبيلينغهام. ولو تسألني عن رأيي الشخصي نقول لك فينيسيوس. تقول لي لماذا؟ نقول لك لأنه بيلينغهام كان الأفضل في الشطر الأول وفينيسيوس كان الأفضل في الشطر الثاني، والشطر الثاني هو الشطر الحسم، المباريات المفصلية، المباريات الحاسمة، لذلك فينيسيوس الأحق بها. نعم. لكن الآن بعد نهاية كوبا أمريكا واليورو رودري سيزاحم بشكل قوي فينيسيوس وبيلينغهام، ولن أتفاجأ، أقولها اليوم، ولن أتفاجأ إذا رأيت رودري يحمل الكرة الذهبية، وإذا حملها فإنه يستحقها. فائز بلقب الدوري الإنجليزي، لاعب في عامين لم يخسر إلا 4 مباريات فقط، لاعب نال ثناء ومديح أفضل المدربين في العالم على رأسهم غوارديولا وديرا فوينتي، والآن فاز باليورو وتحصل على جائزة أفضل لاعب في اليورو. الآن سيدخل للمنافسة بقوة، إذا لم يفوز بها ربما يحتل المركز الثاني أو الثالث بكل سهولة، وهذا يبقى رأيي. كارباخال كان مليح في الشطر الأول، كان مليح في الشطر الثاني، كان مليح في الشطر الثالث، وفاز قاع بالألقاب، يا كلامين. وسي محمد قال لك بيلينغهام ما كانش مليح في الشطر الثاني، فينيسيوس ما كانش مليح في الشطر الأول، رأيي تحترم رأيك، ولكن هذا اللاعب وغدا لناظره قريب، وهذا اللاعب هذا كارباخال فاز بكلش، فاز بكلش. أنا ماذا بيا يزيد يديها أن ديفونسور ولا أن ميليو ديفونسيف، بصح بصح كيدي كأس عالم نعطيوها له، مازال كيديها فينيسيوس.